صباحكم الخير. اليوم السبت 9 أدار مارس، اليوم القمر مرافقنا لليوم الثاني على التوالي من برج الحمل الناري. الأجواء صارت حلوة للأبراج النارية، الحمل، مواليد برج الأسد، مواليد برج القوس. كيف رح بيكون نهارنا؟ نبلش مع برج الحمل. نهار تقريبا فيك تقول شبيه بمبارح، لأنك تتمتع اليوم بإرادة كتير قوية، بقدرة على التقدم، على التحرك وحسم الأمور. ما في حيرة، ما في تردد، بالعكس الأجواء عندك نشيطة وناشطة جدا، فعالة، وبتاخذ القرار الضروري. الأكثر حظا 12 ل 14 نيسان أبريل. بنتقل لبرج الثور.